سيدتي لأبدأ بسؤالك في إلا الله وأترك لا إله بعد القليل. فيما خص الجهد الأمريكي سيدتي والحراك الأمريكي هو زعزعة طول طحين. هناك كلام كثير لكن على الأرض عمليا لا يوجد أي نتائج، وبالتالي هناك تماهي بين الموقف الأمريكي وموقف الإسرائيلي العدو الإسرائيلي. أما بالعودة إلى السؤال الأول، لا إله، ونحن دائما تعودنا ومنطق مدرستنا الفكرية والقومية أن نسمع ننظر إلى الكوب الفارغ والملآن من النظرية السياسية الموجودة لدينا. نعم، الجانب الفرنسي لم يتركنا يوما سيدتي، خصوصا في الملفات المالية الشائكة. بالعكس، كانت المبادرات الفرنسية، وإن كان هناك لا شك انكفاء على المسرح الدولي، وهذا صحيح. أيضا له تفصيل آخر، لأنه اليوم نرى الإدارة الفرنسية تعود بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط بفاعلية، إن كان في الملفات العراقية، إن كان في الملف اللبناني. وبالتالي أعتقد جازما سيدتي أن هذا الحراك يعول عليه، لأنه نعود نكرر، نحن نحتاج اليوم أي مبادرة، ولكن هذه المبادرة أن يكون لها فعلا هدف، وهو وقف حمام الدم المنطلق منذ السابع من أكتوبر في هذه المنطقة، والخوف من الخوف أن تستمر هذا البركان وأن يتحول إلى بركان تتطاير شظاياه على كل دول المنطقة.